ان هذا الخبر راه عنده علاقه بتفجيرات النووي، لان هذا الملف هذا راه عنده 60 سنه، ماهوش تاع 20 سنه ولا 10 سنوات. انا اللي يهمني الملف تاع الضحايا والمعاناه اللي راهم يعانوا منهم الضحايا. نعم. إذا طيب أستاذنا الكريم، أريد منك كلمة أخيرة، الوقت يداهمنا حول هذه المناسبة. ما المطلوب من المجتمع الدولي اليوم؟ ما المطلوب من فرنسا وأيضا من السلطات الجزائرية بخصوص التجارب النووية ومحاولة الكشف عن مواقعها؟ كما نعلم أن فرنسا هي عدوة الماضي والحاضر والمستقبل، مستحيل أن فرنسا أنها تقدم اعتذار ولا تعترف بالجرائم تاعها، لأنه إذا اعترفت راه تدفع أموال كبيرة بزاف. دوك تخيل أنت يا دوكا يا سيدي، تشوفي الهم الوحيد أن فرنسا أنها تشوف الملف تحت التفجيرات النووية وين الحق، ولأنه راهي قدمت للضحايا استمارات وين طلبت منهم يقدموا الفريضة تاع الضحية، يعني معناتها الضحية ما عندوش حق يدير التعويض، لازم غرامات الضحية باش يقدم بهالأهل تاعو يمدوا الفريضة وهما يدوا التعويض. أستاذ محمد محمود، سؤالي لك، يعني هل المشكلة لدى فرنسا هو دفع التعويضات للضحايا، أم المشكلة خوفها من العقاب لأنه ما حصل هو جريمة بحق الإنسانية أو المساءلة؟ بطبيعة الحال نعم جريمة ثابتة، مادام راه ما كاين ناس على الأقل كنا نشوفوا الأرشيف تاعهم اللي داروا فما تاع في التفجيرات تاعهم، راهم الآلاف الجزائريين اللي ماتوا، راهم الآلاف الجزائريين. وعلى كل حال احنا نطالبوا فرنسا أنها تعاود النظر في قانون مورا اللي صدرته في 2010 اللي جاء ضد الضحايا الجزائريين. شكرا.